الصحفي والناقد الرياضي الزميل العزيز طبعا خالد الغانم من السعودية، ونطمن منه على نشوف الأجواء إيه ونشوف الدنيا في البطولة العربية. أستاذ خالد برحب بيك. اهلا وسهلا بك، امسي عليك وعلى جميع الزملاء وعلى مشاهديكم الاعزاء. حبيبي تحياتي وتحيات كل العاملين في قناة الزمالك وكل جماهير نادي الزمالك ومشاهدي نادي الزمالك، برحب بيك وكل إخواننا في الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية. طمني عن البطولة العربية. معناته انت قاعد تتكلم على ملايين الملايين. نعم مش سامع حضرتك. انا اتكلم جمهور الزمالك بيعدون بالملايين. نعم حقيقي نادي حقيقي طبعا الزمالك، أكيد أكيد. نادي الزمالك من اعرق الانديه العربيه، اللي انا من الناس اللي اتشرف ان اكون احد جمهورها. نعم ده شرف كبير. وان شاء الله باذن الله حتشوف الزمالك الموسم القادم بشكل مختلف كليا. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. طمني بقى قول لي الأجواء إيه والبطولة العربية، الكواليس، الاستعدادات عشان نطمن جماهيرنا طبعا، تأكد طبعا المشاركة، واكتمل عقد مجموعة نادي الزمالك في البطولة العربية. في البداية شوف، السعودية حريصة أن البطولة تنظم على أكمل وجه. أنت عارف إحنا في السعودية عندنا المنشآت كلها جاهزة، يعني أكبر دليل أمس أو قبل أمس أقيمت 8 مباريات في وقت واحد، نعم فأنت قاعد تتكلم على منشآت جاهزة لاستقبال أي بطولة أو أي محفل. البطولة العربية تحمل اسم غالي علينا جميعا، اسم نعم الملك سلمان الله يحفظه، نعم بحضور اعرق الانديه العربيه اللي موجوده مشاركه فيها، ومن ضمنهم طبعا الزمالك اللي احنا نتكلم عليه الليله. نعم الاجواء دائما حتكون في افضل المدن، اجواء صيفيه جميله في السعوديه. جماهير الزمالك طبعا انت عارف في كل مكان في العالم العربي تجد عدد كبير يعشق هذا الكيان العظيم. نعم يعني انا اقول الاجواء جاهزه للاستعدادات على قدم وساق، وباذن الله ما تبدا الدوره دوره الجسم بطوله الملك سلمان الا الامور كلها تكون جاهزه باذن الله بما يرضي ويحقق طموحات الجماهير العربيه في هذه البطوله الغاليه، وبحضور اسماء وانديه عريقه جدا وجماعة والنجوم ينتظرها كثير من الناس في السعوديه. نادي الزمالك من الانديه اللي لها شعبيه كبيره عندنا في السعوديه، سواء من الاخوان المصريين او حتى من السعوديين. نعم اكيد. رايك بقى في المجموعه اللي بتضم طبعا لجانب الزمالك النصر والشباب والمنستير التونسي بعد تاهله، يعني شايف المجموعه دي ازاي ومين يكون له نصيب التاهل من هذه المجموعه من وجهه نظرك استاذ خالد؟ انا يعني ما ادري هو لحسن الحظ او لسوء الحظ، انا اشجع الزمالك وشجع النصر، نعم الاثنين مع بعض كلاهما في مجموعه واحده، وانا ما كنت اتمنى اكون مجموعه واحده، لكن انا اعتقد ان حنشوف مباراه. انت قاعد تتكلم نادي النصر يضم كريستيانو رونالدو، تمام، اضافه للنجوم الجدد اللي حينضموا خلال الايام القليله القادمه باذن الله، اضافه للنجوم الزمالك، فاحنا موعودين على مباريات كبيره جدا. نادي الشباب كذلك، يعني بصراحه مجموعه انا ارى ان هي مجموعه ناريه. نعم. واكثر مجموعه حتكون متابعه جماهيريا في العالم العربي. اكيد. لانه كل مبارياتها قويه، ومن اللي حيطلع صعب بصراحه، صعب انه تقدر تحكم من الان، لازم تشوف بدايه البطوله كيف تبدا وعلى وضعها تحكم، لكن انا ما استبعد النصر والشباب، اسف، النصر والزمالك يكونوا هم اللي لهم الحظ الاوفر. نعم. كان في كلام على ان النصر ممكن يلعب هل هيلعب بالصف الاول، هيلعب بالصف الثاني، سؤال، لان انا اعتقد مواعيد مونديال كاس العالم للانديه هيكون في نفس الفتره على ما اعتقد، يعني لا لا لا، النصر الان بعد الدوره الاجازه الوديه اللي عنده، الدوره الوديه اللي في اليابان، فهل هيكون في بقى بالضبط 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 الان هم حيرجعوا اجازه شهر، بعد كده حيطلعوا البرتغال، بعد كده حيتوجهوا دايركت الى جوله اسيويه كاول نادي سعودي يقوم بهذه الجوله في هذه البطوله تضم اعرق الانديه العالميه، تمام؟ فاعتقد في مباراه الاخيره هي اللي تتعارض مع بدايه المباراه البطوله، لكن ما اعتقد ان النصر حيلعب بالصف الثاني، لان النصر من ضمن اهدافه تحقيق هذه البطوله. نعم اكيد طبعا، وعشان اسمها طبعا على اسم طبعا اسم أكيد. اسم الملك سلمان الله يحفظه، نعم، ويطول في عمره، غالي علينا احنا جميعا يعني في العالم العربي مش فقط على نعم. السعوديه. اكيد. جوائز البطوله يعني، وطبعا الجوائز الماليه الكبيره جدا دي بتدي ثقل كبير جدا صحيح. للبطوله، يعني برضو عرفنا على تفاصيل الجوائز في البطوله دي، المراكز كلها اعتقد ان في مبالغ كبيره جدا بتتخطى 6 مليون دولار على ما اعتقد.
شوف المبالغ الكبيره مرصوده لكل البطوله، حتى اي نادي حيشارك حيكون في عائد مالي، ولكن يختلف كل على حسب ما يوصل من التحقيق المنجز. يعني كل ما وصلت الى درجات اعلى ومراحل اعلى تاخذ عوائد ماليه اكبر، الين توصل الى 6 مليون او 7 مليون للبطل، تتكلم مليون دولار. نعم. فهذا المبلغ بصراحه من المبالغ الكبيره اللي تحفز الانديه ان تشارك بكافه نجومها لتحقيق هذه البطولة، إضافة للجانب المعنوي، أنك تحمل كاس الملك سلمان، هذا له جانب معنوي وتشريف أكيد. خاص. نعم. هناك أيضا جوائز مالية يعني وعوائدها كويسة. نعم. ناهيك عن العوائد اللي ممكن تحققها إدارات التسويق في الأندية، يعني الزمالك من أفضل الأندية في العالم العربي تسويقا للمنتج اللي عنده. نعم. أنت تشوف كم إعلان موجود في الزمالك وكم العوائد المالية من الإعلانات. نعم. انت قاعد تتكلم على إدارة متمرسة وتعرف كيف تستخلص إعلانات وتسويق للفريق في اي بطولة. نعم. هل الاتحاد العربي استاذ خالد، انا اقول اتفضل اتفضل حضرتك، انا اقول عوائد مالية كبيرة وفرصة كبيرة اكيد للإدارة التسويق في نادي الزمالك والأندية العربية انه تزيد مداخيلها بانه تبحث عن رعاة لهذه البطولة. يعني كان في كلام طبعا خلال الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا ان الاتحاد العربي ممكن يكون له تحرك في موضوع فتح القيد او تقنين موضوع الصفقات الجديدة لبعض الفرق اللي الدول بتاعتها او اتحاداتها الأهلية مش هتسمح ان هي يكون فيها إضافة للصفقات الجديدة، هل مثلا من خلال التعاقد الأندية مع اللعيبة دي، من خلال العقود، من خلال اي حاجة، يكون في اي آلية للاتحاد العربي ان هو يخرج من المأزق ده؟ اعتقد المغرب، اعتقد عندنا هنا في مصر مشكلة، ما زلنا عمالين نناشد الناس عشان يكون في فتح القيد الاستثنائي، وده هيكون محور حديثي بعد ما اخلص مداخلتي مع حضرتك، لكن هل الاتحاد العربي عنده حل للقصة دي او للأزمة دي؟ والله اعتقد شوف ان الاتحاد العربي دائما ما يحاول يطلع بحلول وسطيه. نعم. ترضي الجميع. لا، في الاخير الاتحاد العربي يسعى انه ينجح البطوله واستمرار البطوله. نعم. لكن انا ليش اخسر نجوم لاعبين عشان اتحاد اهلي اخر قيد؟ نعم. يعني انا اتذكر في الكويت كنت في المداخله قبل فتره كانوا يتكلموا عن نفس الموضوع. نعم. يعني يقول لك احنا ما عندنا الزخم او الدعم المالي اللي موجود عند دول الخليج الاخرى. نعم. تمام. فما نقدر احنا نجاري انديتهم. طيب صح. انا كانديه اوريدي مدعومه وسبقتك انا في التسويق في جلب الرعاه والتعاقد مع اللاعبين، ليش تحرمني نجومي عشان انت ما طيب. عمال ما يرجع بس للصوت طبعا عشان اللينك عبر زوم طبعا عندنا مشكله، لكن احنا يعني ان شاء الله يكون لها حل لو استاذ خالد ابو غانم رجع لنا تاني، يعني يكون افضل لو معانا والصوت واضح. خلاص نكمل عشان السؤال ده مهم جدا واجابته مهمه جدا. استاذ خالد سامعني؟ انا سامعك. انت سامعني؟ طيب اتفضل اتفضل، معلش كان الاتصال فصل ورجع تاني، اتفضل. طيب اوكي، انا اقول لك انا كنت في مداخله في قناه كويتيه قبل نعم. فتره قريبه، فكان يتكلم عن نفس الموضوع انه نعم. كيف الانديه الكويتيه تجاري الانديه الخليجيه. فكان الرد انه يعني انا كاتحادات عملت لتطوير اللعبه عندي. نعم. تمام. ودعم انديتي، وانديتي نفسها صح. عملت على التسويق، تسويق نفسها وجلب لاعبين وتعاقد مع لاعبين. انا سبقتك، انت متاخر، ليش تعاقبني؟ نعم. فانا اتمنى من الاتحادات العربيه كلها، كل انديه الاتحادات المحليه، انه تواكب التطور الموجود في كره القدم العالميه. بالضبط. احنا الان لازم نشوف، لازم نغزو الانديه العالميه بأند نعم. لاعبينا وتطور اتحاداتنا. بالضبط. وده امر بسيط يعني. استاذي التطور حاصل حاصل، فاحنا نعم. لازم نواكب التطور اللي صاير عندنا في العالم كله. للاسف احنا بنقف في محلك سر. نعم. لا لا، احنا عندنا امكانيات، عندنا الافكار، عندنا العقليات، عندنا كل حاجه، بس نعم. نبغى اللي يعطينا الباب، يفتح لنا الباب. يعني نعم. احنا شفنا مثلا نعم. اول ما قررت الملك سلمان، الامير محمد بن سلمان الله يحفظه، انه شو اسمه جلب 7 لاعبين، في ناس قالت انه هذا حيضر منتخبنا. بالعكس. احنا شفنا المنتخب السعودي كيف نعم. قدم مع الارجنتين. نعم. ليش؟ انه صاروا يلعبوا مع لاعبين مميزين، صارت الاسماء عاليه، صار نعم. صار الدعم الحكومي اللي جانا وطور من مستوى اللاعبين الاجانب اللي جايين نعم. طور من مستوى اللاعب السعودي. نعم. والدوري السعودي كمان شخص نعم، حاله المنافسه اللي في الدوري السعودي، وانت بتفضل منتظر لحد اخر جوله واخر جولتين، انت يا منافسه سلام عليك. ناريه يا سلام عليك. على اعلى مستوى. تخيل احنا قاعدين نستنى اخر 5 دقائق عشان نشوف مين الحاضر. بالظبط.
من الهابط اخر خمس دقائق السنه الماضيه. نعم. قاعد نستنى اخر خمس دقائق عشان نشوف مين البطل. نعم. انت قاعد تتكلم على دوري قوي، كيف جاء الدوري هذا؟ انه في قرار اتخذ جريء دعم البطوله ودعم اللعبه فتطورت اللعبه. نعم. استاذ خالد مش عايز اطول عليك، لكن قول لي الاعلام السعودي والاعلام العربي طبعا في السعوديه ازاي بيتعامل مع مشاركه نادي الزمالك، وشو بيتعامل مع البطوله ازاي، ومشاركه فريق بشعبيه وجماهيريه نادي الزمالك، التناول الاعلامي له ازاي في المملكه العربيه الشقيقه السعوديه؟ شوف الوهج البطوله بدا الان شوي شوي، تعرف لسه طالعين من الموسم وتنافسات الدوري. نعم. الان يبدا التركيز والعمل كله على البطوله العربيه، لان هي اول بطوله حتبدا. نعم. ان شاء الله في الموسم القادم. وجود الزمالك بصراحة أنا أقول لك حيعطي للطابع للبطولة نكهة غير ومختلفة كليا، لأنه الزمالك غير ودائما حضوره له رونق خاص. ممكن عشان أنا زملكاوي، لكن أنا دائما أقول وجود الفرسان البيض ومدرج الرايح حقه يعطي لأي بطولة نكهة خاصة ومتميزة. فما بالك أنا عندك جمهور النصر، جمهور الهلال، جمهور الاتحاد، جمهور الزمالك، جمهور المغرب، يعني قاعد تتكلم على توليفة مميزة موجودة في السعودية هنا، حتملأ مدرجات الملاعب بإذن الله، حتكون من أنجح البطولات العربية لأنه الزمالك فيها، وأيضا في أندية متنافسية موجودة. لكن شوف احنا في الأخير كلنا عارف نسعى أن أنديتنا توصل. نعم. برضه معلش فقدنا الاتصال مع الزميل الناقد الرياضي الكبير استاذ خالد ابو غانم من المملكه العربيه السعوديه، لكن قدرنا ان احنا نوصل لكل المعلومات اللي احنا محتاجينها منه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد ابو غانم من المملكه العربيه السعوديه، وان شاء الله يكون لنا لقاءات كثيره معاك الفتره الجايه.